مرحبا بكم متابعي ومشاهدي فضائية الخرطوم في كل مكان في أمسية جديدة من أمسيات هذا المساء ونهاية أسبوع سعيدة يا رب أكيد على كل اللي بيتابعنا داخل وخارج السودان. بالأمس احتفلنا أكيد باليوم العالمي للمرأة السودانية والمرأة العربية والمرأة في كل أنحاء العالم بالتأكيد. دائما المرأة بتكون شغالة في كل مجال بتكون متميزة وبتكون متفردة. بس السؤال أكيد اللي بيكون في ذهننا إنه كيف تقدر توفق بين المجالات المختلفة دي وكمان ما تقصر في بيتها وفي أسرتها ومع أطفالها. اليوم معانا ضيفة متميزة من خلال هذا المساء، امرأة كافحت وناضلت في كل المجالات ولحد ما وضعت اسم معروف في كل المجالات بالتأكيد. معانا الدكتورة عاطفة أحمد نقد الله، أستاذ ومدرب تنمية بشرية وموظفة في البنك الزراعي وأيضا أستاذة جامعية. مساء الخير عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى من في أثره اختفى. سعيدة جدا بالاستضافة وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة تصل عليكم. أهلا بك دكتورة بالتأكيد. يعني أستاذة جامعية وموظفة في بنك ومدربة تنمية بشرية وغير أنك أكيد ربة منزل وأم بالتأكيد. أول حاجة خلينا نعرف المشاهد الكريم على بطاقتك الشخصية. عطفة أحمد نقد الله من الولاية الشمالية الغابة ومقيمة هنا في الخرطوم بحري، موظفة بالبنك الزراعي فرع بحري شنبات، وسابقا كنت أستاذة جامعية بجامعة السودان كلية شرق النيل، وبرضو عملت دورات في تي أو تي مدرب تنمية بشرية، قدمت كثير في القنوات الفضائية وسافرت في ولايات، برضو قدمت الشغل بتاع التنمية البشرية. أول مجال بدأت تشتغل من المجالات الثلاثة دي؟ والله أنا أصلا كنت موظفة في البنك الزراعي وأحيلت للصالح العام، في كان جاب بتاع 18 سنة أهلت فيه نفسي، كنت شغالة بالشهادة الثانوية، مشيت عملت بكالوريوس ماجستير دكتوراه ودرست في عديد من الجامعات، بعد ذاك مشيت عملت دورات في التنمية البشرية. فالإنسان سبحان الله ربنا يعني خلق له كثير من القدرات، يمكن الإنسان بيمتلك أقلها 113 قدرة، نحن بنستخدم يمكن منها 1%، ليش استخدمناه أصلا؟ ليش استخدمناه؟ يعني في ناس فالإنسان 1% دايما بيستخدموه. أيوة، في الإنسان ممكن يشتغل في كل الاتجاهات، يعني أي إنسان بيكون جواه طاقة أو باور ممكن يشغل الغنى دي كلها، لكن كيف نحن نستغلها وكيف نستفيد منها وكيف نوجهها في المسارات الصحيحة. جميل جدا. طيب اكيد كل واحد بيدخل في مجال معين، وخاصه انت يعني لما ذكرتي وقفتي فتره من الدراسه ورجعتي كملتي تاني وتاقلمتي على الدراسه وقدرتي تتحققي دكتوره كمان الحمد من لله. يعني من انك كنت شغاله بشهاده ثانويه، ده اجتهاد ومثابره، في صعوبات اكيد واجهتك في المجال ده؟ بالتأكيد، يعني أنا لما خليت الشغل في البنك ورجعت للدراسة أولادي كانوا صغار، يعني كانوا في يعني في مراحل بتاع الدراسة في الروضة، لكن يعني لقيت الناس اللي دعموني، الزوج الجيران الأهل كده، يعني فحاولت يعني إنه أنظم وقتي و تنظيم الوقت ده كيف؟ لانه حاليا اي امراه بتتابعنا من خلال هذا المساء بتقول لك انا والله لو عندي طفل واحد ما حقدر اشتغل او ما حقدر اوفق بين البيت وبين الطفل وبين الشغل. والله الاستعانة وفقتي بالله كيف؟ أولا، الاستعانة بالله، وإذا أويتم إلى فراشكم فسبحوا بالله 33 وأحمدوه 33 وكبروه 34، الاستعانة بالله والدعاء. ثم ثانيا التفويض، يعني إحنا الأمهات ديل عودنا يعني أبنائنا إنه كل الأعباء نحن بنقوم بها، نعمل لهم بنأسس لهم حاجة اسمها منطقة الأمان، يعني الطفل من صغير دار ينزل من السرير بتقول لي انا بنزلك، دار ياكل انا باكلك، دار يراجع استحم انا دروسه، بحميك. ايوه دار يراجع دروسه، بنأسس لهم لحاجه اسمها منطقه الامان، لما يكبروا بيكونوا معتمدين علينا في كل شيء، الواحد ما بيقدر يتصرف. فاهم حاجه انك تفويض المهام للناس اللي معاك في البيت، كل حتى الطفل الصغير ده انه يشيد ملايته، يطبق بطانيته، يجي من المدرسه يدخل شنطته، ياخذ هدومه في السله كده يعني. الشيء الثاني ان احنا عندنا مشكله في ترتيب الاولويات، يعني شنو المهم وعاجل، شنو المهم وغير عاجل، شنو العاجل وغير مهم، احنا نرتب اولوياتنا فنشوف الحاجات المهمه شنو وعاجله ان احنا نعملها في البدايه. متى ما كان عندنا ترتيب لاولوياتنا تاكد انك انت عندك اي هدف في الحياه بتصل له.
انا شخصيا دكتوره عاطفه، انا عندي قناعه انه المراه العامله مره بيكون منظمه اكثر من ست البيت بتكون فاضيه، بالتأكيد. لانك انت كامراه عامله بتكون زمنك محسوب أيوة بالدقيقه زي ما بيقولوا. صح. يعني انت لو الصباح طالعه دوام حتكوني من بالليل مجهزه غداك ومجهزه حال المدارس زي ما بيقولوا، تفاصيل أيوة المدرسه كلها حقت أيوة اولادك. أيوة اول ما تجي من الشغل بتقعدي مع اولادك سريع سريع تخلص المذاكره. أيوة ست البيت الفاضي ممكن تطلع للجيران، قعده الجبنه، قعده القهوه، الزيارات الاجتماعيه بتكون في نص الاسبوع، ممكن تاخذ من زمنك فتره طويله. طبعا بالتاكيد انا ما قصدي اكون ستات البيوت القاعدين عشان ما يتفهم الموضوع غلط، بس أيوة قصدي انه المراه لما تكون عامله بتقدر توفق بين زمنها، بتكون حاسبه زمنها كويس وقادره تحدد التزاماتها شو. بالتأكيد. يعني حتى العاملة ممكن تقتطع جزء من مرتبها. مثلا أنا استعين بواحدة مثلا تجي تغسل لي وتكوي، بالضبط. أطبخ مثلا يوم الجمعة، يوم السبت تكون لزيارة الأرحام. وزي ما قلت على 24 ساعة دي الواحدة بتقسمها، يعني من صعب تكون عارفة إن هي هتصحى صلاة الصبح وتجهز لأولادها وتمرقهم المدارس وتجي وبعد ذاك المساء، هتكون منظمة وقتها. فالتحية لربات البيوت، يعني أكيد. هنا هم بيكون عندهم متسع من الوقت، وممكن يكون عندهم مشكلة في إدارة الوقت. بالضبط، دي المشكلة إنه الوقت كتير، يعني بدل أصحى من النوم أعمل غدا بأجل الغدا لحد موعد الغدا ما تجي، أيوة وممكن أيوة الوقت ده أكون فاضي ما بعمل فيه حاجة، بتفرج على التلفزيون، أيوة بزور الجيران، صح، بطلع قاعدة الجبل حكاية منتصف النهار دي هي حلوة وجديد بس بتاخد أكيد بتاخذ من زمنك. زمن طويل أيوة جدا. طيب مجال التنمية، مجال التنمية البشرية مجال جميل جدا، بس أغلب الناس بيكونوا ما فاهمين المجال ده بالضبط بيتكلم عن شنو. خلينا يعني نثقف المشاهد الكريم اللي بتابعنا اليوم من خلال هذا المساء، يعني شو تنمية بشرية؟ تنمية بشرية إنك تنمي الإنسان، تنمي البشر. الإنسان ده فيه غدرات، لكن هو يعني ما قادر يكتشف ذاته، يعني ويكتشف الطاقات والمؤهلات اللي عنده. التنمية البشرية بتخرج منك المؤهلات دي وتخرج منك الطاقات دي وبتوظفها وبترفعها. فالتنمية البشرية مجال جميل جدا، والآن اتطور غير التنمية البشرية، في بقى العلاج بالطاقة الحيوية، في العلاج بخط الزمن، في البرمجة اللغوية العصبية. يعني الإنسان بيقول لك بالتنمية البشرية ممكن يعيد تربيته من جديد. ولو في عندك أي ملفات في الدماغ بتاعك، ملفات كانت سالبة، أنت ممكن الملفات دي تمسحيها وتدخلي تتبرمجي تاني من أول جديد. فأنا يعني أنا شايفة إنه المجال ده بدأ يا دوب جديد في السودان، لكن العالم مشت فيه كتير. يعني انا اتمنى انه حتى الشباب الخريجين، الطلبه، ربات البيوت، الحياه دي موجوده الان، ما بتكلفك اي حاجه في اليوتيوب. اي مجال في التنميه البشريه يخطر على بالك موجود في اليوتيوب ومجان. انا اتمنى كل الناس تنتهج النهج بتاع التنميه البشريه وتنزل كتب وتقرا وتثقف وتناقش، وما شرط انت تدفعي، ما شرط. ممكن برضه حتى في دورات اونلاين، يعني انت صحيح. قاعده في بيتك، ممكن لغه الجسد، علم الفراسه، الاشياء دي كلها بتساعدك في انك وبتعينك في انك انت كيف تقدري يعني الانسان اللي قدامك ده تقدري تحلليه من تقاطع وشه، من لغه جسده، بالتالي التعامل بتاعه بيكون سهل جدا. ودي حاجة مهمة جدا ان انا اقدر افهم الشخص اللي قدامي اكيد طبعا. في، يعني بالدرجة كده زي ما بيقولوا دي الحاسة السادسة صح؟ ايوه اللي بيقول لك انا بحس تجاه الشخص اللي قدامي ده هو شخص كويس ولا لا، يعني تفاصيل ممكن تحصل او قراية الشخص من اول نظرة. قراية الشخص ده في علم الفراسة، يعني مثلا الأضان من سنة ل 14 سنة عندها تفاصيل معينة، الجبهة فترة العشرينات، الحتة دي كده الثلاثينات، كده الأربعينات، هنا الأفكار، هنا الشعور، هنا السلوك، حتى الحواجبين، العيون، الأنف، حتى الأمراض اللي في جسم الإنسان. مثلا العمود الفقري بتعرفيه في العمود، هنا في عمود الأنف بتعرفي إنه لو إنسان عنده مشكلة في العمود الفقري. المنطقة دي هي منطقة القلب، في ناس بتلقى عندهم هنا خط صغير، ده بيكون اتعرض لصدمة عاطفية. أي إنسان لاحظ له عنده هنا خط صغير بيكون حصل له تشيك. في مشاهد بتابعنا اليوم من خلال هذا المساحة يكون راجع أمه زي ما بقول يشوف الخط ده موجود ولا لا. الكرم، حتى يعني الآن الناس المقبلين على الزواج، يعني ومن هنا أنا أحيي الدكتور محمد الفاتح مساعد، حتى المقبلين على الزواج يعني من خلال الصورة، من خلال صورة الولد والبنت،
هو بيقدر يحدد، يعني هو يعني اقول اكثر انسان متخصص في الحاجه دي في السودان، هو بيقدر يحدد انه هل انسان ده ينفع مع ده ولا ما ينفع، هل ده عنده تقدير عالي للذات، ده عنده جلدي للذات. يعني الاثنين مرتبطين بشو يعني يزوروه ويحدد. ايوه بالصوره بس، حتى والله يصلوه يعني ممكن بالصوره بس يحدد لك هل الانسان ده بينفع معك ولا ما ينفع معك. والله فكرة جميلة جدا يعني، لأنه زي ما بيقولوا الزواج بطيخة مقفولة ولا هتخليه يشوف البطيخة دي بيعيش يقول ما يدخل في الحتة دي. طيب دكتورة عاطفة، يعني المرأة لما تكرم بتحس بإحساس مختلف في التأكيد. ايوه العام الماضي كرمتي من قبل شركة زين، إحساسك كان كيف؟ وهل كنت متوقع التكريم ده ولا كانت حاجة مفاجأة بالنسبة لك؟ والله عبركم انا احيي شركة زين لمبادرتها، وكان لها غصب الصبغ في انه تكرم الامهات المثاليات في السودان. انا كرمت الام المثالية 2017 ولاية الخرطوم، وكان قدم لي اخويا الصغير للتكريم وانا ما كنت عارفة طبعا. اتصل علي ناس الشركة وقال لي هتتكرمي في، كان شهر مارس 21 مارس 2017. إحساس كان جميل جدا طبعا، يعني حاجة ما توصف. وأنا بحتبر كل الأمهات مثالية، أنا أم بديلة طبعا، ربيت أخواني بعد وفاة أمي وأبوي، فكنت أم بديلة. وكانت في أسس ضوابط اختاروا بها الأمهات في السودان من 18 ولاية، كل سنة هم بيكرموا الأمهات. كان إحساس جميل جدا، وأداني يعني حتى الحافز اللي أدوني له. أنا مشيت، هو عملت بيه دورات في التنمية البشرية، سافرت الولاية الشمالية، مشينا عملات عملنا هناك دورات باعتبار هي منطقتي الولاية الشمالية الغابة، مشينا عملنا دورات هناك لبناتها. أنا معي بنت خالتي دكتورة سامية حاج عمارة، واستفدت من المبلغ اللي كرمتني به شركة زين. وانا بعتبر كل الامهات مثاليات، لكن المعيار منو اللي بيقدم امه للشركه عشان هي تتكرم. واسال صحيح الله انه يكرم يعني كل الامهات، ربنا يكرمهم في الدارين ان شاء الله. ان شاء الله. احنا اكيد مقبلين على عيد الام، بنقول كل سنه وكل الامهات بخير وصحه وسلامه، ويعني مارس شهر الامهات او شهر ايوه النساء زي ما كلنا عارفين. يعني كل شخص حاسس انه امه ما قصرت معه ممكن يقدم باسمها، اذا هو التقديم لسه مفتوح. انا ما اعرف هو التقديم مفتوح لسه في شركه زين ولا قفل، بس اكيد ما كرمت من قبل شركه زين اكيد تكرم في اطار اسرتها الصغيره واسرتها الكبيره بالتاكيد، لانه زي ما ذكرت كل ام هي اكيد بتبذل العطاء وبتبذل يعني ايوه وقتها كله عشان والله ما خاطر شرط ابنائها. الام اللي ولدت، يعني الام بالضبط، ممكن تكون الاخت، ممكن تكون الخاله، هم الام بيقول لك هي الام اللي الربة، بتربي. الام اللي بتربي. صحيح، ايوه يعني ما فعلا شرط الام اللي بتنجب بالتاكيد. ايوه يعني الواحد ممكن يكون في اطار اسرته الصغيره عنده كذا ام، ايوه الخاله زي ما ذكرت، ام الحبوبه، ام الحبوبه العمه ممكن تكون كمان ام بالتاكيد. طيب يعني التكريم ده بيديكي دافع ايوه انك تبذلي مجهود، يعني خاصه انك زي ما ذكرت ام بديله، فاكيد عندكم اطفال لسه موجودين صغار في العيله، التعامل معهم كيف؟ والله انا اولادي كبروا، يعني الحمد لله اصغر ما فيهم في الجامعه، لكن يعني انا اليتمي وتربيه اخواني ادتني دائما الاحساس بالعطاء. يعني يعني اولاد الجيران بشوفهم اولادي، واولاد الاهل بشوفهم اولادي علاقتك بالفطره معهم كده. كلهم حلوة. والله علاقتي معهم كلهم حلوه، واي طفل انا اشيله يعني يمكن ما بيبكي عندي، كنت عارف بيقول لي يعني خالته بتشيله، عمته بتشيله، بيصرخوا عندهم فكده. يعني لانه انا من عمري 14 سنه وكلت لي المهمه دي انه اربي اخواني واكون ام لهم. نضجتي بدري ايوه وتحملتي كبرت مسؤولية بدري كبرت قبل يعني يومين. بقول لك سبحان الله، الأنثى من عمر صغير ممكن تكون حاسة بإحساس الأمومة، صح، إذا اتخطت في حتة زي دي ممكن تشيل مسؤولية الأمومة. حتى لو لاحظت في اللعب يعني بتاع الاطفال، تلقي الاولاد يعني بيهتموا بالاشياء، السيارات السيارات، والبنات الصغار بيهتموا بالاحياء، يعني تلقيها عندها بتلعب وتلبسها وتعميها وتغير صحيح. ليها وكده، والعده وكده، يكون يعني ده كده يعني فطره فيها من هي صغيره بتهتم بالاحياء، والاولاد الصغار دائما بيهتموا بالاشياء. جميل جدا. طيب دكتورة عاطفة، تحالف أبناء الشمال دايما بيعود أنه يكرم الناس المميزين في المجال ده، تم اختيارك حاليا وأنت عضو في تحالف أبناء الشمال للتكريم، الاختيار كان كيف أو وقع كيف عليك؟ والله أنا أحيي الأمين العام لتحالف أبناء الشمال الفاتح إدريس صالح، التحية له أكيد. هو جسم اجتماعي سياسي ثقافي لخدمة أبناء الشمال. قمنا بكثير من المناشط، يمكن مشينا عزينا السفير السوري والسفير التركي التركي بالزلازل اللي حصلت لهم دي،
وكرمنا المتفوقين بالولاية الشمالية. الآن صدقت لنا بجامعة في منطقة الغابة باسم المشير سوار الذهب، وجامعة برضه في منطقة مروي باسم السيد علي المرغني. ويمكن هسي 18 مارس عندنا زواج جماعي في الولاية الشمالية برعاية الفريق أول برهان، ورئيس تحالف أبناء الشمال فاتح محمد صالح، وأنا يمكن أمينة المرأة والتواصل الاجتماعي بتحالف أبناء الشمال. تحية لكم اكيد في التحالف، ودائما بتبهرونا بالمشاريع اللي بتعملوه والتكريم اللي بتعملوه، كمان يعني كونكم تزوروا ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا اكيد ده يعني مجهود مقدر منكم، وده ده المحرم منكم زي ما بيقولوا في تحالف ابناء الشمال. طيب احنا كلنا عارفين ان المراه بقت ناجحه في كل المجال، زمان بيقول لك المراه صعب تدخل مجالات معينه، بس في الفتره الاخيره اثبتت جدارتها في الحته دي، يعني محل ما تتخطى زي ما بيقولوا بتنجح. بتدي نصيحة للناس اللي هم لسه ما اكتشفوا القدرة دي عندهم، في ستات بتابعونا حاليا أو نساء بتابعونا حاليا موجودين في بيوتهم، يعني الوحدة محتاجة إنها تشتغل، محتاجة إنها تزيد دخلها في البيت، في الأرامل، في المحتاجين، في المطلقات المحتاجين أكيد الدعم ومحتاجين مساعدة، بدل تطلعي يعني تطلب الدعم وتطلب المساعدة ممكن توفر الدعم لنفسك من خلال مشاريع تقومي بيها أنت في بيتك أو خارج بيتك. بتقول لهم شنو؟ انا بقول والله اول شيء بالنسبه لليوم العالمي للمراه اللي هو كان يوم امس، بقول لكل امراه صابره مثابره قويه مجتهده مربيه، بقول لها انت روح وليست جسد، صحيح، وانت عطاء بلا حدود، وانت وطن، فربنا نزل لك صوره باسمك. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصية في عنق الرجال إلى أن تقوم الساعة، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فلا تكوني يعني خانعة ولا تكوني خادعة، يعني اجتهدي وسابري وناغشي وفكري وتعلمي، وخلي أي زول يشوفك يدعو يعني لمن رباك، كل من يراك يدعو لمن رباك. دي حتة مهمة جدا، أكيد انه يعني دايما تخليكي زي ما بقولوا مفخره لاسرتك، ايوه دي الحاجه المطلوبه من كل المراه اكيد بتتابعنا اليوم من خلال هذا المساء. امالك وطموحاتك استاذه عاطفه، يعني بعد 21 مارس عيد الام حابه تعمل شنو قدام؟ والله طموحات كثيره جدا، يعني يمكن انا في اللاين الاكاديمي لسه ماشيه فيه، وبعمل في اوراق علميه عشان اكون استاذ مشارك، وهسي مع زمن الشغل في البنك ما في طبعا زمن للتنمية البشرية وكده ما عدا يوم السبت يعني. ففي الأحياء يعني عندي أنشطة اجتماعية كثيرة في الأحياء، بستعين بناس وزارة التربية والتعليم بيجي يدربوا لي النساء في الأحياء على الدورات بتاعت التدبير المنزلي، الشغل بتاع الطباعة في الثياب، الزراعة المنزلية. وبيستفيدوا النساء اللي معاكي موجودين في الحي بالحاجه دي؟ يعني بيستفيدوا في اقبال كمان؟ في اقبال كبير جدا، ويعني انا عملت دوره قبل كم سنه، يمكن في كم واحده هسي يعني الشغل بتاع الطباعه على الثياب من الدوره دي كانت يعني استفادوا منها، والان بيجي لهم مصدر دخل. حتى انا 3 سنة اقول لهم يا جماعه دار اعمل لكم مركز هنا في الاجازه في مدرسه كانت جنبي، فالسنة الأولى سجلوا 5، والسنة الثانية سجلوا 10، والسنة الثالثة سجلوا 40. فقمت قلت لهم بس أنا دايرة منكم 50 جنيه رسوم الشهادة، قالوا لي ما عندنا. قلت لهم مش بتمشي سوق الخضار كل يوم؟ قال لي قلت لهم بس وفر 1000 جنيه، وفر بس اللي بيفضل من بالضبط. قالوا لي خلاص كده موضوع الشهادة انتهى، بس عندنا شرط. شرطكم شنو؟ قالوا يوم التخريج يعني احنا دايرين تجيب لنا واحدة من القنوات الفضائية. قلت لهم طيب بس القنوات الفضائية دي للناس دي اللي بيكونوا دايرين قروش يعني عشان يتحركوا بها، وانتوا كنتوا ما عندكم. قالوا لي لا تلتزمي لينا، لو التزمت احنا هنكون معاكي في اي حاجة. ولغت كان يعني، وجات قناة الخرطوم وصورت البرنامج والان موجود عندكم هنا. وعرضوا يعني بث البرنامج عن طريق قناة الخرطوم. ايوه بث البرنامج عن طريق قناة الخرطوم، وعرضوا منتجاتهم، وكانت حاجة، كان يوم جميل جدا، وجبنا مداحة واستمتعوا، والى الان يعني الانشطه مستمره ان شاء الله. جميل جدا، دي الحاجه اكيد المطلوبه، وده دور الاعلام هنا اعتقد انه هو لازم يغطي الفعاليات البسيطه دي عشان ندي دافع لكل مراه بتتابعنا من خلال هذا المساء. احنا عايزين المراه تعتمد على نفسها، ايوه ما يعني ما تعيش على تحت ظل
شخص آخر، يعني ايوه سواء الزوجة والأب والأخ أو اه حتى الابن كمان، اه لأنه ممكن يحصل لك تفقدي السند اللي ممكن يكون موجود لك في ايوه الحياة، ايوه فمحتاج أن يكون عندك يعني حاجة تدعمك لقدام، اكيد سواء شهادة جامعية أو حرفة يدوية أو كمان مهارة في مجال معين، أكيد المجالات المختلفة. فإن شاء الله كل مرأة بتعملها يوم من خلال هذا المساء تقدر تهتم بالجانب ده، إنك أنت أقل حاجة في البيت ممكن تعملي بها حاجة مفيدة، يعني زهورة زي دي ممكن تصنع من حاجات بسيطة في البيت، ايوه التياب تصميمه ممكن يكون سهل، صح الخبايز، صح الفطاير، المكياج، التسريح، هذه كلها أعتقد ممكن حد ممكن تعملها هي موجودة في بيتها. ايوه. والانسان زي ما قلت لك عنده مقدرات، وليس وهناك في متسع من الوقت. يعني انت عارفه يا استاذه مياده، اغنى حته في العالم هي المغابر. الناس بتمشي باحلامها وبتمشي بطموحاتها، وبتمشي في كلام كانت دايره تقوله ما قالته، وفي لبسه كانت دايره تلبسها ما لبسته، وفي دوره كانت دايره تخشها، وفي حاجه كانت دايره تتعلمها. وشنو مرات احنا بنحتاج لزول يمسكنا من يدنا ويورينا الطريق. انت فدائما بتقوم بالحته دي. انا بقول بالحته دي، وانا دايما يعني شنو بقول، البيئات الدائمه بتديك الطاقه الايجابيه. وانت ماشي في طريق النجاح، اخذ معك الناس، اخذ معك الناس في سلم النجاح، عشان ما تكون انت طلعت السلم برك، تاخذ معك الناس اللي في طريقك عشان هم ينجحوا. عشان كده البيئات الايجابيه والبيئات الدائمه مهمه جدا، مهمة جدا. نبعد عن الناس السلبيين، نبعد عن الناس. يعني لما جيت اقرا البكالوريوس جارات يجي يقول لي، يعني بعض منهم انا يعني ما ما بجمعهم الكل صراحة. انت يقول لي عارفة القارية ليها شنو، يعني انت ما انت خلاص خلاص يعني اتزوجتي كبرتي، وشغالة كبرتي وكده. ذاتك كبرتي، شو مقدرك على القراية والجري والتعب. وسبحان الله، يعني من البكالوريوس لغاية الدكتوراه ما شلت ولا مادة ولا اتملحقتها. وكنت دايما يعني انا مع الناس الايجابيين، مع عوائل الدفعة، بغض النظر عن العمر، بنات شباب اولاد شباب انا معاهم. الاستاذ اتاخر بنقعد نراجع، انت بتفهم في الانجليزي، ده بيفهم في المحاسبة، ده بيفهم في الاقتصاد، بنقعد مجموعة وبنراجع مع بعض. والحمد لله لغاية الدفعة دي، يمكن لغاية ما كلنا عملنا الدكتوراه مع بعض الحمد لله. فعشان كده دايما يعني الأصدقاء والزملاء زي الرمال المتحركة، يا إما يرفعوك لفوق يا إما ينزلوك لتحت. فدايما الناس الإيجابيين هم اللي بيرفعوك جميل. لفوق. طيب دكتورة، من اللي وقف معاك انت ودعمك في المجال ده؟ من اللي ما كسر مجاديفك زي ما بقولوا بالنسبة للدراسة؟ والله يا أبو الأولاد ربنا يديه العافية، التحية لو بالتأكيد. أيوة، والجيران وبعض من أهلي يعني ساكنين قريبين مني، يعني مرات كنت بودي لهم أولادي. فالحمد لله الأمور مشت. يعني الواحد بيكون في فترة كده يعني ضغط على نفسه وعنده هدف ووصل له الحمد لله. كده حققتي آمالك الحمد وطموحاتك. لله الحمد لله إن شاء الله رب دايما محققة كل الآمال وكل الطموحات، إن شاء وإن شاء الله الله تقدر تبدعي في كل المجالات اللي أنت يعني بإذن حابها، الله سواء مجال تعالى. التنمية البشرية أو مجال البنوك زي ما حضرتك موظف في البنك الزراعي بالتأكيد، وترجعي لموضوع الدراسة أو تدريس الأكاديمي والتدريس الجامعي، حترجعي المجال ده ولا وقفتيه شوية؟ والله مع شغل البنكي ما في طريقة تانية للتدريس ودحتي الجامعي، مجال التدريس. أيوة. لكن يعني يمكن مجال التنمية البشرية الواحد ممكن بالأمسيات في الأحياء في الإجازات كده، أما بالنسبة لشغل لشغل التدريس تاني ما أظن في طريقة. جميل جدا. أيوة. إذا يعني أنا بشكرك جدا على حضورك معنا دكتورة عاطفة أحمد نقد الله، يعني سعيدة جدا بالحوار الجميل ده، ودائما حبيبتي بنفخر أن تكون في حواس سودانية موجودة معنا في استوديو هذا تسلمي المساء، كثير، مبدعة في كل تسلمي المجالات المختلفة، تسلمي كتر خيرك كثير كثير. تسلمي كثير. وشاكرة لقناة الخرطوم، وأنا أتمنى إنه قناة الخرطوم تكون منارة الإعلام بإذن الله تعالى. يديك العافية، شكرا لك. تسلمي كثير.